لم يسبق للتونسيين منذ الثورة أن تجمعوا بهكذا حجم في مسيرة غير رسمية شارك فيها عشرات الآلاف دون شعارات سياسية، مسيرة تصدرتها الأعلام الوطنية وبعض الشعارات المناهضة للإرهاب. هي رسالة حبيناها موجهة للإرهابيين في أن احنا قوة واحدة، انه راهو ماهمش باش ينجموا يزعزعوا استقرار البلاد طونك مازال ثم شباب مشحون عنده طاقة وطنية ينجم يدافع على هالبلاد هذه. جميع الأحزاب والمنظمات شاركت في هذه المسيرة باستثناء الجبهة الشعبية التي رفضت المشاركة لأسباب سياسية. الجميع أكد على ضرورة توحيد الصفوف لمواجهة خطر المجموعات المسلحة العابرة للحدود. لا ينبغي أن نعتقد أن مصيرنا واحد ونختلف ونتفرق، خاصة أمام قضية هامة كقضية الإرهاب الذي يتشعب والذي ينطلق من مكان ليضرب في الشرق والغرب، وكله وحدة متكاملة تحتاج منا اليقظة والتعاون لنقضي عليه في مهده. تونس حققت الهدف من هذه التظاهرة، وحضروا الكثير من أصدقاء تونس، وتونس ماضية في حربها ضد الإرهاب وستنتصر إن شاء الله. حوالي 20 من زعماء الدول شاركوا أيضا في هذه المسيرة، يتقدمهم الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، بالإضافة إلى بعض الوزراء والسفراء الأجانب. قدم هؤلاء للتعبير عن تضامنهم مع تونس في مكافحة الإرهاب، مع التأكيد على أهمية التنسيق والتعاون لمواجهة هذه الظاهرة. ووسط حضور أمني مشدد اختتمت المسيرة بتدشين نصب تذكاري في المتحف الأثري بباردو، يتضمن أسماء ضحايا العملية المسلحة الأخيرة التي أدت إلى مقتل 23 شخصا من بينهم 20 سائحا. بدأ إصرار التونسيين من خلال هذه المسيرة على استكمال المسار الديمقراطي الذي تنتهجه البلاد واضحا، وكانت الرسالة أيضا واضحة، أرض تونس عصية على الجماعات المسلحة. أسامة الدعاسي، التلفزيون العربي، تونس.